السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم، الله يدخلهم عليكم الصحة والسلامة. الفيديو اللي قبل من هذا كنا درنا رفيسة على حساب العواشر، ولكن العادات المغربية كاين اللي كيدير رفيسة وكاين اللي كيدير الكسكسو بالقديد. اليوم غندير لكم كسكسو بالقديد مغربي. غنبداو بالمقادير ان شاء الله. هنا عندنا 3 كيلو ديال القديد، هنا غسلناه حيدنا منه الملح رطبناه في الماء. وهنا غنجيو عندنا القرعه، عندنا كيلو ديال القرعه، نص كيلو ديال الدنجال والربيع والفلفله حاره، كلشي كتعجبو في الكسكسو. هنا عندنا كيلو ما بين خيزو واللفت بيض. وهنا عندنا جوج كركوبات ديال البصله كبار ومعلقه ديال السمن كما كتشوف. بالنسبه للمطيشه هنا عندنا كيلو ديال المطيشه طاحنينها هما كي كتشوفوا، وعندنا غنديروا معلقه صغيره ديال مطيشه الحك. بالنسبه للعطريه غنديروا هنا معلقه كبيره ديال الكركم ومعلقه كبيره ديال البزار ومعلقه مع مراش كبيره ديال السكينجبير. دابا غندوب الطريقه. بالنسبه هنا حطينا القديد ودابا غنديروا مطيشه فوق منها. المطيشه ما قلتش لكم راه سلقناها في الماء وصفيناها وطحناها. هنا نص معلقة صغيرة ديال المطيش ديال الحب كيما وليتكم. هنا عندنا نص كاس كبير ديال زيت العود، نسيت ما قلتوش ليكم ما تخرجوش ليكم في المقادير، ضروري خصنا نديرو. ها هي نص كاس كبير ديال زيت العود. البنات ما نحتاجوش نديرو ليدام بزاف، الا حقاش كتعرفوا اللحم غنمي كيكون ليدام، ما تكثروش ليدام. وبالنسبه للبلول غادي نمرقوا بهذا الماء ديال المطيشه، حتى هو غنزيدوه اللي سلقنا فيه المطيشه، حتى هو نزيدوه باش نزيدو الماء. ها هو الماء اللي وريتكم. من بعد ما غلات الخضره، من بعد ما غلات لنا المرقه، احنا دابا كنلوحوا في الخضره. بالنسبة لهنا الحمص خدينا نص كيلو وسلقناها في الماء، ومن غنحيدوه من الماء هذا غنديروه في الماء المرقة ديال الكسكسو كما الطريقة اللي وريتكم ديال العدس في الرفيزة، نفس الطريقة. من بعد ما طاب لينا الحمص كي كتشوفوا هنا، شدينا صفيناه من الماء ودرناه في الماء ديال المرقة اللي تسبنا بها. مع البخار ما كيبانش مزيان. ها هي المريقة، ها هي ديالنا، ها هو. البنات بالنسبه للقرعه ما كرميوهاش، هي والدنجال حتى كيدخل الخيزو طيب واللفت، حيت هما ما كيشدوش لنا وقت في الطياب، علاش كرميوهم. البنات كناخذوا كيلونس ديال السميده هنا وكنفتلوها بالماء وبسميتو، راك عارفين الطريقه كي دايره. ها هي من بعد ما فتلناه هنا درنا جوج معالق ديال زيت العود باش ما يتعجنش لينا. هانتوما كي كتشوفوا فيه كيجي مبروم، حنا ما كنبغيوش ديال الزنقه، كنبغيو بحال هكا مفتول في الدار. البنات ها هو من بعد ما فتلناه غنديروه يفور التفويره الاولى. البنات ها هي دابا درنا التفويره الاولى، ها هو فار التفويره الاولى، غنزيدو التفويره الثانيه الثالثه كنسقيو فيها. البنات من بعد ما طاب لينا الخيزو واللفته حنا دابا درنا القرعه باش طيب حتى هي. الحمص كما كتشوفوا رميت معاه الدجاج والفلفله حاره. من بعد ما فورناه التفويره الاولى احنا حليناه ودابا غنردوه في التفويره الثانيه. البنات ها هي التفويره الثانيه طلعات عاوتاني كما كتشوفوا. ها هو بالنسبه للتفويره الثانيه كنعاودو نسقيوها في الماء باش ترطب. من بعد ما درنا التفويره الثانيه هنا سقيتو بالماء، هانتوما كي كتشوفوا، غنزيد عاوتاني نزيد نسقي شويه. دابا غادي نردو التفويرة الثالثة. البنات ها هو درنا التفويرة الثانية كي كتشوفو كي كيرطب، غنزيدو شوية الملح وغنزيدو شوية زيت العود ونعاودو نديرو التفويرة الثالثة. البنات كنديرو بهاد الطريقة، كنبقاو نحلو
ها هو فرط فوره الثالثه، درنا معلقه السمن، ها هي معدابت مع السخونيه، ودابا صافي غنسديه. ها هو كنبقاو نحلو فيه بحال هكا، دابا كنبقاو نبردو شويه بشويه باش نسديو. صافي فيها عاير مريق اللي فيها باذنجان والحمص والفلفله. ها هي المريقه ديالنا طابت. صافي دابا غنسقيو الكسكسو. دابا غادي نسقيو بشويه بشويه. ها هو دابا كي كتشوفوا هادشي الجديدات كيشهيو. ما كاينش شي مغربي ولا مغربيه ما كيبغيوش الجديد، سيرسو صحاب الخارج كيقول لك خلي لنا حقنا تنجيو. دابا عطي ماما كتسقي وانا كنتفرج، عرفتي ما نقولش ليكم باغا ناكلو قبل ما نكمل. الخضره هي دابا الخضره درناها، باش دابا الحمص. هو دابا الكسكسو ديالنا وجد، ما شهيتكم فيه، هادشي ريحتو كتحمق. كنتمنى ديروا لي لايك وتابوناو، وشكرا بزاف، وعواشركم مبروكه. من طبيعه الحال ما كاينش شي كسكسو بلا البن، ما كاينش في المغرب شي كسكسو بلا البن. بصحتكم وبراحتكم.